هنا الأخيار في أرقى مقام، وعطاؤهم يزدان في رحب الوجود. عظماؤنا قد سطروا بين الأنام، إن دارت الأزمان تاريخ الخلود. المدح فيهم ليس يوفيه الكلام، قد بارك المولى لهم أسمى الجهود. وكأنهم بصدورنا أغلى وسام، إذ جسدوا أقوى مواثيق العهود. من علمهم يحلو لنا طيب المقام، وعلى رحاب الخير تجمعنا الوعود. وعليهم اليوم من الله السلام، والخير والبشرى على الدنيا تعود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم تسمعون العالم الآن يتحدث عن التعايش السلمي وعن مسامحة بين الناس. أنا آتي لكم بقصة من إمام عظيم من عبد الله مبارك تختصر هذه المشاهد جميعا. هذا الإمام عبد الله مبارك رحمه الله ورضي عنه إمام جمع المحاسن. كان يجلس أصحابه في المجالس يحدثون عن ابن المبارك، يجمعون عن المحاسن، قالوا كريم وشجاع وعالم وزاهد وغني وسخي وباذل وقائم وصاحب قيام ليل وصاحب قرآن وحسن خلق إلى آخره، قائمة. حتى الذهبي ألف كتاب اسمه قض نهارك مع ابن المبارك. قض نهارك يعني متعة، يوم تقرأ سيرة المبارك رضي الله عنه تحس بجمالية الإسلام، يعني شيء وجه مشرق يجمل الإسلام. أنا أتي لكم بالقصة هذه ثم قيسوا عليها بقية أخلاق هذا الإمام. هو ساكن كان في خراسان في مرو في بلاد فارس، وكان بجانبه يهودي، طبعا البيت بالبيت جاره يهودي. وابن المبارك المحدث العالم الرباني هذا كان عنده غنى، أعطاه الله مالا، لأنه لا يتعارض المال طبعا مع العلم والتقوى، لكنه انفقه في سبيل الله. كان إذا اشترى ثيابا لأطفاله بدأ بأطفال يهودي وشرى ثيابا. شوف اسأل الذهبي وابن كثير محدث الإسلام. كان إذا اشترى فاكهة في البيت أخذ فاكهة مثلها وأعطاه اليهودي وأبنائه، لأنه الجار بالجار. كان إذا أخذ لحما من السوق أخذ لحما هنا، ويعني كمية هنا وكمية هنا، فيقول الناس قال هذا لي وهذا لجارنا. استمر الوضع. طبعا اليهودي أتاه تاجر يريد التاجر هذا أن يجاور ابن مبارك. قال اليهودي أنا بشتري، يقول التاجر هذا المسلم، أنا بشتري بيتك، أريد أن أجوار عبد الله مبارك. قال بيتي، يقول اليهودي، بألف دينار، يعني مبلغ كبير، يعني مثل مليون الآن، وألف دينار ثانية ومليونين الآن، قيمة البيت فقط ألف دينار، ولكن جوار مبارك ألف دينار، تبغى بيتي ترى بألفين. قال ليش؟ قال قيمته بألف دينار، أما جوار مبارك بألف دينار ثانية دبل. قال التاجر لا ما أقدر، قال أنا ما أبيع جوار مبارك، هذا يهودي. وبعد فترة أتى اليهودي طرق باب المبارك وجلس عنده. قال يا ابن المبارك أنا جاورتك سنوات، كنت تشتري الملابس فتبدأ بأبنائي مع أبنائك، واللحم والفاكهة، وتشركنا في فرحك، ولم نرى منك أذى، وأتى تاجر يريد شراء منزلي فقلت بألف دينار وألف دينار ثاني جوارك، أشهد أن دينا أخرجك دين عظيم، أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله، قد أسلمت أنا وأهلي ودخلنا في الدين. هذه بلا محاضرات تحتاج الإنسان ويتشنج ويصيح أسلموا وادخلوا في الدين وكذا وكذا، لا لا، هي قصة سرت عند هذا اليهودي وعند من معه وسارت في العالمين. رسالة، ما مفاد الرسالة؟ مفاد الرسالة المثل والعمل الذي يقوم به هذا الإنسان العظيم إنما يمثل دينه الذي بعث به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. من يتصور هذا الإمام العظيم؟ بلغ به، شوف المبارك من حسن الخلق أنه كان يخدم أصحابه، يقول أحدهم كان إذا نزل مبارك أقام القدور، هو غني ترى عنده ثروة من حلال وأنفقها في الحلال رحمه الله ورضي عنه، كان يدخل بين القدور وعنده لحن تكثف فيدخل الدخان من بين لحيته وهو يغرف لأصحابه ويقول من نحن يعني كون مساكين، يعني ما يفرقنا شيء.
يقول أنه يفرح إذا أكل الإنسان من طعامه، يقول مبارك افرح. وكان يقول وإذا صحبت قوم، إذا صحبت قوم من أهل ود، شوف أنا بشرحها لك، هو شاعر كبير، إذا صحبت قوم من أهل ود فكلهم كذا الرحم الرفيق، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق، فكن لهم كذا الرحم الشفيق، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا صديق. ما معك صديق يعني تأخذ الغلطة من هذا، وهذا في غلطة وعليك ملاحظة، وأنت ما فيك شيء، ما يبقى لك شيء. ولا أستر، مشي الأمور وتغاض وتغافل وطنش، هذه مدرسة التسامح عند ابن مبارك. سوف نستفيض مع هذا الإمام المسافر. أنا أدعوك إلى رحلة في روك في زورك الإبداع مع عبد الله مبارك رحمه الله ورضي عنه، من المحدثين الكبار من رواة البخاري ومسلم، وهو إمام معتبر صادق حجة ثبت زاهد عالم غني تاجر مجاهد فارس إمام لغوي أديب، كل جمعت فيه، حتى جمعت فيه كتب أصلا في محاسنه رضي الله عنه وأرضاه. ولنا معه وقفة بإذن الواحد الأحد مع هذا الإمام، عسى الله يجمعنا به في الفردوس الأعلى. دمتم وإلى اللقاء. علماؤنا الأخيار في أرقى مقام، وعطاؤهم يزدان في رحب الوجود، عظماؤنا قد سطروا بين الأنام، إن دارت الأزمان تاريخ الخلود، المدح فيهم ليس يوفيه الكلام، قد بارك المولى لهم أسمى الجهود، وكأنهم بصدورنا أغلى وسام، إذ جسدوا أقوى مواثيق العهود، من علمهم يحلو لنا طيب المقام، وعلى رحاب الخير تجمعنا الوعود، وعليهم اليوم من الله السلام، والخير والبشرى على الدنيا تعود.